ثم قلد حضرة صاحب الجلالة جلالة سلطان عمان المعظم وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الممتازة القلادة، تقديرا لجهود جلالته في تعزيز العلاقات البحرينية العمانية، فيما قام جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بتقليد جلالة الملك المعظم وسام عمان من الدرجة الأولى، تقديرا لدور جلالته الرائد في توثيق الروابط الأخوية وتطوير التعاون البحريني العماني، كما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.
وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم مأدوبة عشاء تكريماً لأخيه صاحب الجلالة سلطان عمان المعظم وأعضاء الوفد الرسمي المرافق.